بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا لكتشر 1 اللي هو الكربوهيدراتس. راح ناخذ ان شاء الله الكربوهيدراتس ديفينيشن اند كلاسيفيكيشن. اولا لازم نعرف وات ار كربوهيدراتس، شنو هي الكربوهيدراتس. الكربوهيدراتس هي جايه من كلمه كربون اند ووتر. كربون كربوهيدراتس means carbon and water, C plus H2O. The general formula اللي هي الصيغة الجزيئية العامة هي الها CN H2O by N، تحمل الصيغة الجزيئية اللي هي CN H2O by N. Classification of carbohydrates، تصنيف الكربوهيدرات. In generally بصورة عامة تصنف الكربوهيدرات إلى الآتي. اولا عندنا المونوساكرايد اللي هي السكريات الاحاديه، كلمه مونو يعني احادي، وعندنا الدايساكرايد اللي هي السكريات الثنائيه، كلمه داي يعني ثنائي، وعندنا الاوليغوساكرايد اللي هي السكريات المتعدده، كلمه اوليغو بمعنى متعدد، وعندنا البوليساكرايد ايضا متعدد لكن تشمل عدد الوحدات السكريه اللي هي من 11 وحده سكريه فما فوق، في حين كلمة أوليغو تشمل وحدات سكرية من 2 إلى 10، من 2 إلى 10 تسميها أوليغو سكرايد، في حين بولي سكرايد من 11 فما فوق 11 over هاي نسميها بولي سكرايد. أولا عندنا المونو سكرايد اللي هي واحد تصنيفات الكربوهيدرات اللي هي السكريات الأحادية. عندنا الجلوكوز اللي هو الصنف المهم جدا والأساسي في الكربوهيدرات، وهو من السكريات الألديهايدية السداسية. هذا الصيغة أمامكم في هذا الفيجر، في هذه الصورة أمامكم. الجلوكوز اللي هو basic unit of polysaccharide، هي وحدة أساسية للسكريات المتعددة. هذه الصيغة هي صيغة هاورث وليست صيغة فيشر. صيغة هاورث اللي هي صيغة الحلقية، في حين عندنا صيغة أخرى إلى اللي هي الصيغة المستقيمة اللي هي صيغة فيشر. أيضا عندنا الجلاكتوز. جلاكتوز found as a part of lactose in milk، هو أحد الأجزاء تكوين سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، اللي هو يتكون من جلوكوز and جلاكتوز من السكريات الثنائية، في حين عندنا الآخر اللي هو الفركتوز اللي هو عادة سكر الفواكه الموجود بالفيجيتابل and honey، موجود أيضا بالخضروات وموجود أيضا في العسل. بأجمع هذه السكريات الثلاثة الأحادية هي عبارة عن سكريات أحادية، سكريات سوري سداسية، أي تمتلك 6 ذرات كربون. الأول جلوكوز والثاني الجلاكتوز هي ألديهايدية، في حين سكر الفركتوز هو من السكريات الكيتونية. Now disaccharide، الآن عندنا ثانيا اللي هي التصنيف الآخر الكربوهيدرات وهي السكريات الثنائية الدايساكرايد، كلها هي تصب في مصب واحد وهو السمبل كربوهيدرات، الكربوهيدرات البسيطة. من تصنيفات الدايساكرايد ومن أنواعها، أولا عندنا المالتوز اللي هو سكر الشعير، كلمة مالت شعير، مالتوز يعني سكر الشعير، وهو من السكريات الثنائية الذي يتكون من جزيئتين جلوكوز، جزيئتين جلوكوز. ثانيا عندنا السكروز اللي هو كين شوغر، اللي هو موجود عندنا في البيوت اللي نسميه سكر المائدة، الذي يتكون من جلوكوز اند فركتوز، يتكون من جزيئة جلوكوز وجزيئة أخرى هي جزيئة فركتوز، أي من سكر العنب وسكر الفواكه. ثالثا عندنا اللاكتوز اللي هو الميلك شوغر، اللي هو سكر الحليب والذي يتكون من جزيئتين، هي جزيئة الجلوكوز وجزيئة الجلاكتوز كما تكلمنا بالشريحة السابقة. وهذه تركيبات أمامكم والأواصر، عفوا الروابط اللي تربطها تربط هذه الجزيئتين، جزيئة الجلوكوز اللي هي مرتبطة مع جزيئة جلوكوز أخرى لتكوين المالت شوغر، ومن ثم جزيئة فركتوز مرتبطة مع جزيئة جلوكوز لتكوين السكروز، ومن ثم
جزيئة جلوكوز مرتبطة مع جالكتوز لتكوين جزيئة لاكتوز. This slide showed making and breaking sugar genes. هذا السلايد يشوفنا أو يعرض لنا طريقة تصنيع وتحطيم السلاسل السكرية. أولا عندنا تفاعل condensation reaction اللي هو combine، اللي هو عملية اتحاد ما بين جزيئتين لتكوين السكر الثنائي. For example كما في الشريحة الأمامكم في الصورة هذا في هذا الفيجر، وجلوكوز زائد جلوكوز ينطينا مالتوز اللي تكلمنا عنه، قلنا السكر الثنائي. هذا التفاعل يسمونه condensation reaction، يحتاج إلى لفظ جزيئة ماء، نقول H2O eliminated محذوفة بعد حذف جزيئة الماء، اللي هي يأخذها من جزيئة يأخذ فقط الهيدروجين، ومن جزيئة أخرى يأخذ الهيدروكسيل OH، طرح جزيئة ماء راح تكون لي سكر ثنائي اللي هو المالتوز. في حين التفاعل الآخر اللور الأسفل راح يكون بالعكس، هو تفاعل يحتاج إلى الماء اللي نسميها hydrolysis reaction لتفاعلات التحلل. هذه التفاعلات تحتاج إلى water to split لفصل هذه الروابط، ومن ثم يتحول من مالتوز إلى glucose and glucose، يعني جزيئتين glucose. وهذه الإنزيمات من الجدير بالذكر نذكرها موجودة بالsmall intestine بالأمعاء الدقيقة، اللي هي عملية تحويل دايسكرايد إلى مونوسكرايد بواسطة إنزيم معين اسمه إنزيم المالتيز. Now complex carbohydrates، الكربوهيدرات المعقدة أو المركبة اللي هي تشمل الأوليغوساكرايدز اللي هي من 3 إلى 10 وحدة سكرية، في حين البوليساكرايد اللي هو كما قلنا في الشريحة الثانية اللي هي بوليساكرايدز اللي هي تشمل من 11 وحدة سكرية فما فوق 11 to over. For example البوليساكرايد اللي هي الستارج اللي هو النشا، نشويات نتغذى عليها daily every day. Long chains of glucose molecules and stride اللي هي أما تكون على صنف مستقيم اللي هي نسميها الأميلوز الأميلوز sorry in small practice or branching amylopectin الأما المتفرعة منها فنسميها الأميلوبكتين arrangement. إذن من أصناف البوليساكرايد الأساسية نتغذى عليها feeding daily اللي هو الستارش، قلنا عليها النشويات اللي هي النشأ النباتي، في حين من الجدير بالذكر هنالك النشأ الحيواني اللي هو الموجود الجلايكوجين والستورج مالته عادة يكون بالليفر. فيرستلي الستارش يقسم إلى قسمين اللي هو الأميلوز، الأميلوز يكون على شكل سلسلة مستقيمة من الجلوكوز فقط وحدات سكرية اللي هي موجودة الجلوكوز، والصنف الآخر اللي هو الأميلوبكتين اللي يكون عادة برانشينج متفرع أيضا الوحدات السكرية اللي ترتبط بالأميلوبكتين هي absolutely glucose. Also complex carbohydrates، أيضا نتكلم عن الكربوهيدرات المعقدة والمركبة. تكلمنا عن الستارش اللي قلنا هو شنو من النشويات النباتية، في حين عندنا الجليكوجين ونشويات حيوانية. الجليكوجين اللي يصير عادة الستورج مالته بالليفر اللي هو نسميه animal form الشكل الحيواني of starch highly branched and composed of multiple glucose molecule، أيضا هو متفرع ويحتوي على عدد كبير من الجلوكوز الوحدات السكرية إلى هي أيضا فقط الجلوكوز مولكيول. This figure showed amylose. هذا السلايد هذا الفيجر شوفنا تركيب الأميلوز اللي هو one branch of starch. قلنا أنه الستارش يقسم إلى قسمين اللي هو الأميلوز والأميلوبكتين.
وتكلمنا على انه الاميلوز هو يكون على شكل سترايت، يكون مستقيم في حين لينير نسميه، في حين الاخر اللي هو الاميلو بكتين يكون برانش متفرع. لو تلاحظون امامكم شكل الاميلوز الموجود بالستارج اللي هو غذائنا اليومي يكون بهذا الشكل، وحدات السكرية المرتبطة مع بعضها هي فقط جزيئات جلوكوز بصورة مستمرة. في حين الجليكوجين اللي هو الانيمال فورم اوف ستارج، هذا الشكل الجليكوجين اللي قلنا الستورج مالته يكون بالليفر، يستهلك بعد تحويله من الجليكوجين الى جزيئات صغيرة اللي هي جلوكوز، ومن ثم الجليكوليسيس باثوي، ومن ثم نحصل على الطاقة الـ ATP اللي نقوم بكافة الفعاليات الحيوية اليومية. هذا شكل الجليكوجين يكون برانشد متفرع، الوحدات السكرية المرابطة أو المترابطة مع بعضها هي فقط جزيئات جلوكوز كما هو في الشكل المعروض أمامكم. This figure showed the cellulose structure. هذا السلايد يشوفنا أنه ويعرض لنا تركيب السيلولوز، والسيلولوز هو من السكريات الثنائية. أيضا الوحدات الجزيئية نقول على السب يونت التي تكون السيلولوز هي عبارة عن جلوكوز مولكول، جلوكوز مولكول، ويكون أيضا لينير وليست متفرع. الروابط التي تربط جزيئات السكر في الستارج فيما بينها هي روابط أو أواصر من نوع ألفا، لذلك ممكن هذه الأواصر أن تتحطم بواسطة digestive enzymes هي الإنزيمات الهاضمة، تكسر هذه الأواصر وتحول من سكريات متعددة إلى سكريات ثنائية، ومن ثم إلى سكريات أحادية، ومن ثم السكر الأحادي يتحلل لكي نحصل على الطاقة. في حين الروابط التي تربط السيلولوز جزيئات السكر في السيلولوز هي أواصر من نوع بيتا. لو شوفوها أمامكم صار على شكل نصف مربع على الأسفل بالستارج، في حين على شكل زجزاج بالسيلولوز. هذا الأواصر من نوع بيتا جليكوسايدز، الأواصر الجليكوسيدية. هذه الأواصر النوع ألفا اللي موجودة بالستارج تتحطم بواسطة إنزيم هو اسمه ألفا أميليز، موجود بالماوث وأيضا موجود بالسمول انتستين، في حين الجسم يفتقد إلى روابط أو عفوا إلى إنزيم بيتا أميليز، لذلك ما ممكن تحطيم السيلولوز بالهيومن بودي. البيتا أميليز فقط موجود عند الأنيمالز، لذلك ممكن انه للحيوانات ان تاكل مركبات السيلولوز اللي هي مثلا القطن، وبالتالي ممكن تحطيمها الى وحدات سكريه صغيره، وبالتالي تحصل على الاي تي بي ادينوسين ترايفوسفيت اللي هي الطاقه. من الجدير بالذكر طبعا احنا نتغذى على السيلولوز رغم انه لا يمكن تحطيمه، مثلا الابلز نقول التفاح موجود القشر مالته يحتوي سيلولوز، قشر الخيار غيرها من المركبات الحاويه على السيلولوز. هذه السيلولوز صح وما يتحطم، لكن يستفاد منه الجسم كلاكزاتيف كماده ملينه، يستفاد منها خلال عمليه الهضم، وكذلك تدخل في كثير من الصناعات الصيدلانيه كملينات. This slide to complex carbohydrates showed the structure of starch and branched left من اليسار اللي هو starch and branched الغير متفرعة اللي هو شنو قلنا عليه الأميلوز، ومن ثم البرانشد اللي هو المتفرعة اللي هو الأميلوبكتين، ومن ثم الجليكوجين شوفه أمامنا اللي هو برانشد، ومن ثم السيلولوز اللي هو لينير غير متفرع. Classification of simple sugar تصنيف السكريات البسيطة، لو نجي نقسمها إلى aldoses اللي هي aldehydes بالعربي،
وكيتونات اللي هو كيتوسز إذا كانت تتكون من ثلاث ذرات كربون اللي نسميها ترايوسز، كلمة تراي يعني الثلاثي، وكلمة تترا رباعي، وكلمة بنتا خماسي، وكلمة هكسا هي سداسي. أولا نأتي إلى الترايوسز الثلاثية كألدهيدات أو ألدهيدات اللي هي غليسيروز، لكن الكيتونات فور إكزامبل اللي هو داي هيدروكسي أسيتون. أما الرباعية اللي تتكون من أربع ذرات كربون اللي هي الأرثروز، مثالها كمثال عليها الأرثروز تكون من أربع ذرات كربون، في حين الكيتونات اللي هي الأرثرولوز اللي هي كيتوسز لو كانت تتكون من خمسة ذرات كربون، مثالها الألدهيدات اللي هي الريبوز، في حين مثال الكيتونات اللي هي الريبولوز لو كانت تتكون من ست ذرات كربون، ستة ذرات كربون اللي هي جلوكوز كألدهيدات، في حين كيتونات هو فركتوز. إلى هنا نأتي إلى نهاية اللكتشر 1 as carbohydrate classification. Thank you for listening.